لمزيد مشاهدينا من الإضاءة حول الحزمة التحفيزية الحكومية، معنا وزير تطوير القطاع العام الأسبق السيد ماهر مدادحة. أهلا وسهلا بك أستاذي. بداية، يعني فعليا أولويات الحكومة في القطاعات الأكثر تضررا إذا ما تحدثنا عن الصحة، الزراعة، وأيضا السياحة، هل هي فعليا الأكثر تضررا الآن؟ نعم، مساء الخير. حقيقة يعني الحزمة اللي أصدرتها الحكومة اليوم هي أقرب إلى شبكة أمان اجتماعي موسعة أكثر منها حزمة تحفيز اقتصادي، بقدر ما هي مست فئات تأثرت مباشرة بالجائحة، منها محافظة على فرص عمل للمشتغلين بالتعاون مع القطاع الخاص وتحمل الحكومة جزء من تكاليف هذا المحافظة على الفرص، أيضا توظيف عدد من العاملين في بعض المشاريع سواء في السياحة أو الزراعة أو حتى في قطاع الصحة، أيضا دعم الأسر الفقيرة من خلال توسيع بعض الأنشطة لصندوق المعونة واستهداف فئات أخرى تضررت بهذا الحظر أو تضررت بالجائحة. هذا يعني أننا نتكلم عن شبكة أمان اجتماعي موسعة أكثر منها يعني سياسات تحفيز اقتصادي، لأن سياسات تحفيز اقتصادي تتضمن على بعض السياسات المالية والسياسات النقدية المستهدفة لرفع معدلات النمو الاقتصادي. لكن ما نراه يعني نأمل أن تكون هذه الحزمة يعني باتجاه الإيجابي وأن يكون أثرها إيجابي على الناس وعلى المتأثرين بهذه الجائحة، وأن تخفف من وقع آثار الجائحة السلبية على الناس في مختلف قطاعاتهم. نعم، يعني إذا ما تحدثنا عن الحزمة التحفيزية تحديدا من ناحية الكم ومن ناحية أيضا التوقيت، هل هي كافية الآن؟ على المستوى الاقتصادي هي ليست كافية، لكن هو ضمن يعني محددات الحكومة ومقدرتها على توفير التمويل لمثل هذه الحزم يعني مقبولة، لأنه احنا لا ننسى أنه الحكومة أصلا أيضا بتعاني موازنة العامة للدولة، بتعاني من عجز موازني يقدر بحوالي المليارين كما ورد في الموازنة العامة، ومن المرشح أنه يزيد لأنه ظروف الجائحة استمرت وفرضيات الموازنة العامة لم تعد قائمة كما كان متوقعا قبل إعداد الموازنة. وبالتالي لا يعني انا مع قدره الحكومه قدمت ما تستطيعه حقيقه يعني يكون الانصاف، لكن لا نطلب منها المستحيل، لانه في النهايه انه ضخ اموال اضافيه وتحمل نفقات اضافيه للتحفيز او لتعزيز شبكات الامان الاجتماعي، هذا يتطلب مزيد من الموارد الماليه المطلوبه ومزيد من المصادر التمويل المطلوبه، وبالتالي الحكومه لا تستطيع في ظل هذا الظرف توفير مثل هذا التمويل في ظل محددات الموازنه العامه وعجز الموازنه المستهدف وتراجع الإيرادات نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي واستمرار الجائحة بنفس الزخم واستمرار الجائحة بنفس الشدة. حقيقة حتى في 2021 الجائحة يعني أخذت ذروتها أكثر مما كانت عليه في 2020، وبالتالي يعني أنا بعتقد ما قامت فيه الحكومة لغاية الآن مقبول ضمن المعطيات المتاحة أمامها من نواحي التمويلية والناحية الاقتصادية. نعم، يعني هناك نقطتين رئيسيتين دكتور ماهر فيما يخص موضوع البطالة وأيضا فيما يخص المالية العامة. نتحدث بداية يعني عن 448 تقريبا مليون دينار تحدث عنها رئيس الوزراء ووزير المالية محمد العسعس أنها لن تؤثر على العجز، وفي الوقت الذي يعني يمكن تصنيف الأردن ائتمانيا ساهم إلى حد ما في التعاطي مع صندوق النقد، فكيف فعليا لن يكون هناك عجز أو لن يؤثر عليه؟ يعني باعتقادي انه الكلام واضح انه لم نستخدم مصادر تمويل اضافيه لما هو موجود في الموازنه العامه، بمعنى انه الاموال استخدمت او اعدت اولوياتها ضمن قانون الموازنه العامه، والمخصصات اصلا مرصوده في قانون الموازنه العامه. لما نتعامل مع قضايا الدخل صندوق المعونه الوطنيه او دخل العائلات الفقيره او الاسر الفقيره ودعمها، هذا مرصود ضمن موازنات شبكه المال الاجتماعي والحمايه الاجتماعيه الموجوده اصلا في الموازنه العامه. ايضا موضوع سداد ضخ السيوله الزائده في السوق او تسديد متطلبات مستحقه على الحكومه سواء كانت للمقاولين او للمستشفيات او للقطاع الطبي او للمصفات البترول او حتى ما ذكر موضوع اللي هو الرديات الضريبه او الاستملاكات، هاي كلها مرصوده اصلا في قانون الموازنه العامه، لا وبالتالي لم يكن هناك ضغط اضافي على الموازنه او يعني تسبب اضافه للعجز الموجود اصلا او المقدر. وبالتالي هذا من ناحية السياسة المالية، لا زالت السياسة المالية ضمن ما هو مسارات المرسوم إلى في قانون الموازنة العامة. أما موضوع البطالة باعتقادي أنه يعني مساهمة هذه الحزمة في تشغيل ما يزيد أو تقريبا ما قدر ب 14 ألف فرصة عمل توزعت ما بين السياحة والزراعة والصحة،
هذا الكلام يعني ممكن نساهم في تخفيف حدة البطالة لدى الباحثين عن عمل، لكن هاي أعمال مؤقتة في النهاية بتظل، يعني بنحكي عن 6 شهور أو 8 شهور، لكنها أحسن من لا شيء، وبالتالي تساعد على تعزيز بعض دخول الأسر في ظل هذا الظرف الصعب اللي بتمر فيه تمر فيه المجتمع وتمر فيه الناس نتيجة الجائحة. يعني دكتور ماهر، من ناحية الأرقام تحدثت الحكومة تقريبا عن 10 إلى 12 ألف فرصة عمل، هل ستستطيع فعليا توفير هذه الفرص؟ ومن ناحية الأرقام أيضا نتحدث عن 2.5% نسبة نمو اقتصادي، هل ستستطيع أيضا الوصول إلى هذا الرقم؟ يعني احنا كان لنا رأي سابق في موضوع 2.5% اللي هو معدل النمو الاقتصادي، لكن باعتقادي كانت الفرضيات على انه الجائحه ممكن تكون تخف حدتها او درجه الشده فيها بعام 2021، لكن للاسف استمرت هذه الجائحه بنفس الوتيره، ولا زالت هناك اغلاقات، ولا زال هناك حظر، ولا زال هناك توقف للنشاطات الاقتصاديه جزئي او بعضها كلي، وبالتالي انا لا زلت مصر على انه 2.5 قد تكون حاله صعبه في التحقق، وهذا ينعكس حقيقه سلبا على قدره الحكومه على تحقيق الايرادات، لانه في النهايه ايرادات الخزينه أو الموازنة العامة قدرت بناء على نسب النمو، وهذا قد يعني يزيد مقدار العجز المستهدف أو المخطط له في الموازنة. الموضوع البطالة أو قدرة على التشغيل، باعتقادي فرص العمل اللي أتيحت في هذه الحزمة هي محسوبة أصلاً، لأنها منها حوالي 2500 وظيفة لإدخال بيانات في قطاع الصحة، ولكنها يعني أول مرة بتكون بهذا الشكل المباشر دكتور، يعني أول مرة تكون بهذا الشكل المباشر يعني إلى الأسواق. هي ستي، هاي وظائف لا تعتبر دائمة، هي وظائف مؤقتة ضمن فترة الحزمة يعني لنهاية العام فقط، وبالتالي أنا يعني هناك تخوف آخر أنه هذا كلهم 14,000 راح يعملوا بطريقة المياومة أو بطريقة العمال المؤقتة. الخطر، الخطورة فيها أنه بكرة يصير يطالبوا في التثبيت، وبالتالي تخلق الحكومة لحالها مأزق جديد في تثبيت هذه ال 14,000 على الكادر الوظيفي، مما يخلق لها مشاكل إضافية من ناحية إدارية. شكرا لك وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادح.